58 صفحة 70 احسب ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني ديال اف دو اكس والليميت دو اكس تنفيغا ناقص واحد على اليمين والليميت دو اكس تنفيغا ناقص واحد على اليسار. اذا نحاول نحسب النهاية هنا ونخدمهم امام. اذا اول حاجة نحدد ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني ديال اف دو اكس. اذا ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني ديال اف دو اكس تنج ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني نعوض الدالة ديالي اللي هي هنا اكس جذر اكس زائد زوج ناقص واحد. اذا الحل اقرب بالنسبة لي في هذه الحالة هذه هي هو المرافق. دائما كملاحظة من كيكون عدد في الجذر اكس وحده عدد ناقص ولا زائد عدد اللي هو حقيقي، إذا أحسن طريقة وأسهل طريقة يمكن لي ندوز ليها مباشرة هي المرافق. إذا نحاول ندير مرافق ديال إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال العدد اللي هو إكس عامل لجذر إكس زائد جوج زائد واحد. إذا هنا جذر إكس زائد جوج ناقص واحد عامل لجذر إكس زائد جوج زائد واحد. اذا ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني هنا البسط لا يبقى له تتغيير، تبقى لنا هي اكس عامل لجذر اكس زائد جوج زائد واحد. هنا عندنا هي اكس زائد جوج ناقص واحد متطابقه هما رقم ثلاثه ديالها واضحه. اذا ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني البسط غيبقى عندنا عادي اللي هو اكس عامل لجذر اكس زائد جوج زائد واحد. وهنا مقام عندنا واحد ناقص جوج طبيعي الحال واحد ناقص عفوا جوج ناقص واحد اللي هي واحد، دونك هي اكس زائد واحد. اذا مازال ما صدتش الصفر اللي هنا، باقي عندنا شكل غير محدد لان بليس لانفيني على بليس لانفيني فهم انديفيني. اذا خصني نزيد وكمي بالنسبه لي راه ولات عدد سهل. اذا شنو اقرب طريق باش ندير ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني؟ نحاول نحتفظ بالبسط كما هو، اكس عامل لجذر اكس زائد جوج زائد واحد، لكن هنا نعمل باكس الجينية واحد زائد واحد على اكس. اذا كصيغة نهائية اللي هي اكس تنفيغا بليس لانفيني ديال هنا حطو معايا بعد نختزل. شنو الهدف من داك التعميل كامل؟ هو باش سهل ليا اختزال، نختزل اكس مع اكس غتبقى لنا جذر اكس زائد جوج زائد واحد على واحد زائد واحد على اكس. اذا ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني ديال اف دو اكس تساوي لي هنا، وانا نخدم معاكم واحد واحد. اذا جينا هنا واحد على بليس لانفيني هو زيرو، عندنا هذا بليس لانفيني زائد زوج هي بليس لانفيني. اذا بليس لانفيني زائد واحد بليس لانفيني لزدنا عليها واحد هي بليس لانفيني، وبليس لانفيني مقسوم على واحد اللي هو بليس لانفيني. وهكذا نقدر نحسبهم غا فريق هاد الوسائط هادو ونتاكد منهم 100%. اذا من بعد نمشيو نحسبو ناقص واحد. اذا عندنا نحسبو اكس تنفيغا ناقص واحد بليس يعني ناقص واحد على اليمين ديال اف دو اكس. ليميت دو اكس تؤول الى ناقص واحد بليس ونعوضو الدالة عندنا اللي هي اكس جذر اكس زائد جوج ناقص واحد. لاحظو معايا هنا الا درنا ليميت دو اكس تنفيغا ناقص واحد ديال جذر اكس زائد جوج ناقص واحد تعطينا هنا زيرو، وطونكو ناقص واحد بليس اذا تجيني هنا زيرو بليس يعني على يمين واحد. الى حسبنا ليميت دو اكس تنفيغا ناقص واحد
ديال x كتعطينا هي ناقص 1 بطبيعة الحال. إذن هنا نستنتجو إلا درنا ناقص 1 مقسوم على 0 بليس ناقص 1 مقسوم على 0 بليس عندنا خدينا 1 على 0 بليس هي بليس لانفيني وناقص 1 هي مول لانفيني. إذن قدو نكون هنا إذن ليميت دو إكس تنفيغا ناقص 1 بليس صار ديال اف دو اكس. اليسار اذن ليميت دو اكس تنفيغا ناقص 1 على اليسار ديال اكس جذر اكس زائد 2 ناقص 1 كذلك. دونك بما ان ليميت دو اكس تنفيغا ناقص 1 موان ديال جذر اكس زائد 2 ناقص 1 هادي تساوي لنا 0 موان ليميت دو اكس تنفيغا ناقص 1 ديال اكس موان كتساوي لنا هادي ناقص 1. اذن ليميت دو اكس تنفيغا ناقص 1 موان ديال اف دو اكس تجيني هي بليس لانفيني. لماذا نقولكم لماذا نا الى خدينا 1 على 0 موان هي موان لانفيني والناقص تعطيني هي بليس لانفيني. اذا السؤال 2 احسب ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس ثم اعطي التأويل طبعا الحال التأويل الهندسي كنقصد به التأويل الهندسي. إذن ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس غنشد الدالة نعوضها بالقيمة ديالها. حنا عندنا ديجا الدالة اللي هي إكس على جذر إكس زائد 2 ناقص 1 ناقص 1 على إكس. إذن ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني نختزل الاكس مع الاكس هنا قلنا هي 1 على بليس لانفيني 1 على جذر اكس زائد 2 ناقص 1. ليميت دو اكس تنفيغا بليس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس تساوي بليس لانفيني زائد 2 اللي هي بليس لانفيني بليس لانفيني ناقص 1 اللي هي بليس لانفيني. اذا هذا المجموع من هنا خرجنا هو بليس لانفيني وعندنا عدد على بليس لانفيني اللي هو 0. عدد بليس لانفيني هو 0. اذا ندير التاويل حاول ندير التاويل الهندسي هنا تأويل الهندسي. بما أن ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس كتساوي زيرو إذن سي دو إف أو المنحنى ديال إف يقبل فرعا فرعاً هنا بما أن الليميت دو إف دو إكس على إكس كتساوي زيرو ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني دو إف دو إكس على إكس كتساوي زيرو إذن سي دو إف يقبل فرعاً شلجمياً تجاه محور الأفاصيل بجوار بليس لانفيني. السؤال 3 ادرس قابلية الاشتقاق ادرس قابلية الاشتقاق على يمين 2. إذن اول حاجة نحاول نحسب الصورة ديال ناقص 2 بطبيعة ديال ناقص 2 نحاول نحسب الصورة ديالها.
نحسبوا الصورة غتعطينا في الدالة ديال طبيعة الحال عطينا هي زوج. إذا تقول الخطوة الثانية نديرو إكس تساوي إلى ناقص جوج اليمين بليس ديال إف دو إكس ناقص إف ديال العدد زوج على إكس ناقص جوج ناقص ناقص جوج ناقص ناقص جوج. إذا هنا الصورة ديال ناقص ناقص جوج. إذا عطينا هي ليميت دو إكس تنفيغا ناقص جوج على اليمين. هنا حسبنا الصورة ديال ناقص جوج كتعطينا هي جوج وناقص هادي. نجي هنا ونحط الدالة ديال اللي هي إكس على جذر إكس زائد جوج ناقص واحد زائد جوج إكس زائد جوج ناقص واحد على إكس زائد جوج ناقص وناقص عطينا هي إكس زائد جوج في النهاية. إذا من بعد نحاول نتخلص أو لا نلقى شي صيغة باش نقدر نحسب النهاية لأن اللي حسبتها بطريقة مباشرة كخطوة. إذا إكس تقول إلى ناقص جوج اليمين نحاول نوحد المقامات هنا ونقبل من واحد المقامات نحاول نتخلص من هذا العدد يساعدني ما يخلينيش حتى الكتابة. إذا لوحد المقامات البسط أجينا المقام واحد هو جذر إكس زائد جوج ناقص واحد. إذا هي إكس ناقص جوج جذر بين قوسين جذر إكس زائد جوج ناقص واحد. إذا نكتبها بالطريقة اللي أكثر بساطة فوالا. إذن هنا هي إكس زائد جوج عامل لجذر إكس زائد جوج ناقص واحد جينا هي إكس ناقص جوج أقدر نشرح هذا العدد هذا لأن ناقص جوج جذر إكس زائد جوج ناقص ناقص إذا تولي لنا هي زائد زوج. ليميت دو إكس تون فيغا بليس لانفيني. هنا إكس تؤول إلى ناقص جوج بليس يعني جوج على اليمين ديال إكس زائد جوج ديال جوج حطينا هنا ناقص جوج جذر إكس زائد جوج على إكس زائد جوج عامل لي إكس زائد جوج ناقص واحد. إذا كتبان لي كطريقة سهلة عندنا حنا نفس الأعداد. إذا نحاول نعمل نقدر نختزلهم علاش لأن إلا جينا عوضنا كذلك التعويض المباشر مازال شكل غير محدد يعني ما يمكننيش نعطيني حل. إذا هي ليميت دو إكس تؤول إلى ناقص جوج بليس نعمل في البسط بإكس زائد جوج وكذلك شنو تبقى لنا هنا تبقى لنا هنا واحد ناقص جوج على جذر إكس زائد جوج على إكس زائد جوج. ونوريكم الطريقة كنديرو نتخلصو منها حتى هي كذلك. إذن هنا تبقى لنا هنا إكس زائد جوج عامل لجذر إكس زائد جوج ناقص واحد مزيان. إذا نقدر نختزل العدد مع هذا العدد شنو تبقى لنا ليميت دو إكس تؤول إلى ناقص جوج بليس يعني ناقص جوج على اليمين قلنا في البسط لي واحد ناقص جوج جذر هنا كذلك إكس زائد جوج دونك هذا العدد كيؤول إلى على يمين جوج يعني عدد موجب نقدر نخدهم ندخلهم في جذر واحد إكس زائد جوج على جذر كبير على إكس زائد جوج أوكار يعني دخلت الجذر ودرت أس اثنان كامل قسمة جذر إكس زائد جوج ناقص واحد. إذن نحاول نختزل إكس زائد جوج مع إكس زائد جوج تبقى لنا ليميت دو إكس تنفيغ ناقص جوج على اليمين الواحد ناقص جوج جذر واحد على إكس زائد جوج وهذا العدد كامل قسمة جذر إكس زائد جوج ناقص واحد. إذن إلا جينا هنا درنا واحد على
ناقص جوج زائد جوج هي زيرو، وعدد على زيرو بليس اللي هي بليس لانفيني، بليس لانفيني ناقص جوج هتولي لنا هي موال لانفيني، وهنا عدد اللي هي زيرو دونك ناقص واحد، إذن عندنا موال لانفيني على ناقص واحد اللي هي بليس لانفيني. إذن كما قلت هذا العدد هذا الثاني هو موال لانفيني، العدد هو زيرو، إذن يبقى لي ناقص واحد، وناقص واحد موال لانفيني على ناقص واحد هي بليس لانفيني. إذن بما أن ليميت دو إكس تنفيغا ناقص جوج على اليمين ديال إف دو إكس ناقص إف ديال ناقص جوج على إكس ناقص ناقص جوج تساوي لنا بليس لانفيني، إذن إف غير قابلة لاشتقاق على يمين العدد اثنان ناقص اثنان. تأويل الهندسي للنتيجة المحصلة عليها بطبيعة الحال. إذن سي دي اف او منحنى الدالة اف يقبل نصف مماس، نصف مماس يوازي محور الأراتيب. إذن نمشيو للسؤال 3 ب، بين أن إف بريم دو إكس كتساوي جذر إكس زائد جوج ناقص واحد أس اثنان زائد واحد جوج على جوج ع جوج جذر إكس زائد جوج عامل لجذر إكس زائد جوج ناقص واحد الكل أس اثنان. إذن أول حاجة شنو غنديرو؟ نحسبو اشتقاق ديال الدالة إف. إف بريم دو إكس تساوي، إذن حنا عندنا الدالة ديالنا اللي هي إكس على جذر إكس زائد جوج ناقص واحد، إذن بريم تساوي هي دالة على دالة. إذن هنا عندنا هي جذر إكس زائد جوج ناقص واحد أس اثنان، اشتقاق ديال دالة في دالة. إذن جينا هنا واحد عامل لي جذر إكس زائد جوج ناقص واحد ناقص اشتقاق هنا إكس، عندنا هي إكس عامل لي إكس اللي هي عطينا اشتقاق ديالها هي واحد على جوج جذر إكس زائد جوج، جوج جذر إكس زائد جوج، نعودها إلى ما بانت واضحة، جوج جذر إكس زائد جوج تساوي جذر إكس زائد جوج ناقص واحد أو كاري. نحاول نتخلص من هذا العدد هذا، أجينا هنا أولا بسطو أكثر، جذر إكس زائد جوج ناقص واحد ناقص إكس على جوج جذر إكس زائد جوج. إذن نحاول نوحد المقامات، طبيعة الحال مقام واحد هنا هو دينا هي جوج، إكس زائد جوج ناقص واحد أس اثنان، مقام واحد ديالي هنا اللي هو زوج جذر إكس زائد جوج. إذن بعد ما نضربو عندنا هي جوج إكس، إذن عبشنا عطينا هي جوج إكس زائد أربعة ناقص جوج جذر إكس زائد جوج ناقص إكس تساوي
بين أن f بريم دو x بين أن f بريم دو x كتساوي جذر x زائد جوج ناقص واحد الكل أس اثنان زائد واحد على جوج جذر x زائد جوج جذر x زائد جوج ناقص واحد الكل أس اثنان. إذن نحسبو الشقاق ديال f بريم دو x. عندنا f بريم دو x كتساوي بين قوسين هنا x على جذر x زائد جوج ناقص واحد بريم. إذن نحاول نديرها دوز شوية بسرعة. هي جذر x زائد جوج ناقص واحد أس اثنان. عجينا الشقاق ديال x هي واحد دونك غتبقى لنا هي جذر x زائد جوج ناقص واحد ناقص x عامل. والشقاق كذلك ديال واحد هي زيرو. الشقاق ديال هادي عندنا هي واحد على جوج جذر x زائد جوج. إذن نحاول نتخلص من هادي بسطها أكثر يعني تجيني سهلة في الكتابة ديالها. هي x زائد جوج ناقص واحد أس اثنان على واحد. نخدم نشتغل على هنا. جينا لوحدة المقامات هي جوج جذر x زائد جوج. جينا هي جوج جذر x زائد جوج مضروبة في x زائد جوج. جينا هي جوج. إذن هي جوج x زائد أربعة بعد النشر. نحاول تشوي بسرعة. ناقص جوج جذر x زائد جوج ناقص x تساوي واحد هنا جذر x زائد جوج ناقص واحد أو كاري. إذن إلا لاحظتوا معايا هنا هادي نحاول نرجعها راها كتبان على شكل متطابقة الهامة. إذن جوج x ناقص x كتعطينا هي x. عندنا ربعة نحاول نفككها. شنو هي ربعة؟ ربعة هي جوج زائد جوج دونك هنا هي جوج ناقص دير هادي بين قوسين باش تبان كتر ناقص جوج جذر إكس زائد جوج زائد هنا عندنا ديك جوج اللي عجيني هي نديرها على شكل واحد زائد واحد الأعداد على واش كامل على جذر إكس زائد جوج. إذن إلا شديت هاد العدد هذا وجمعته يعطيني هو متطابقة الهامة رقم زوج. إذن جيني لشكل جذر x زائد جوج ناقص واحد أو كاري زائد واحد. لاحظوا معايا إلا نشرنا هذا يعطينا هو هذا بطبيعة الحال. إذن هذه أو كاري x زائد جوج جوج x هذه أو كاري واحد زائد واحد أو كاري بطبيعة الحال. إذن وهذا العدد كامل ندير هذا جداء هذا اللي هي جذر x زائد جوج عامل لجذر x زائد جوج ناقص واحد الكل أس اثنان. وهكذا نكون بينت f بريم دو x ديالي. تمشيو السؤال 3 جيم. 3 جيم اعطي جدول تغيرات الدالة f. إذن أول حاجة خصنا نديرو دراسة f بريم دو x. عندنا ديجا f دو e بريم دو x كتساوي لنا اللي هي جذر x زائد جوج ناقص واحد أس اثنان زائد واحد على جوج جذر x زائد جوج عامل جذر x زائد جوج ناقص واحد أو كاري. إذا نحاول نخدم وحدة وحدة. إلا خدينا جذر
إكس زائد جوج هذه أكبر من زيرو، أو قد نقوله أكبر من أو يساوي زيرو لكل إكس من دي دو إف، لكل إكس ينتمي إلى دي دو إف، يعني مجموعة تعريف الدالة. عندنا كذلك جذر، ناخذ هذا جذر إكس زائد جوج ناقص واحد دونك أو كاري، إذن أكبر من أو يساوي زيرو لكل إكس من إخ، يعني هنا واخا يكون تمن إخ ماشي مشكل، علاش؟ لأن الأس عدد زوجي. ناخذ كذلك جذر، إذن هنا منحاولوش نعاودو هادو فوا، إذن من هنا هادو شنو؟ ومنه نستنتج أن إف بخيم دو إكس يعني كلها موجبة، أكبر من أو يساوي زيرو، قد نقولو أكبر من قطعا من زيرو. إذن وبالتالي إف دو إكس تزايدية على دي دو إف، نحاولو ندير جدول التغيرات ديالي هنا. إف بخيم دو إكس عندنا موجبة وعندنا إف دو إكس، إذن دالة معرفة من جوج الواحد، عفوا من ناقص جوج ناقص واحد تال بليس لانفيني، هنا في دوا متراسي، إذن هنا دالة عندنا غير معرفة، يعني كنديرو جوج شريطات، كذلك هنا دالة غير معرفة في هاد العدد هذا هنا، جوج شريطات، عندنا موجبة يعني بليس بليس، إذن تزايدية تزايدية، يعني الدالة تزايدية على دي دي إف ديالها. ناقصنا ديجا هي موال لانفيني بليس لانفيني اللي حسبتوها نصيبوها، ناقصنا ناقص واحد حسبنا تلقاو هي بليس لانفيني ماشي مشكل، وهنا اللي حسبنا الصورة جوج راه ديجا حسبناها هي جوج لأنها تقبل صورة على في النقطة ناقص جوج. إذن ننتقل للسؤال الآخر اللي هو سؤال أربعة. إذن حلو نشوفو السؤال الأربعة، بين أن الدالة جي تقبل دالة عكسية على المجال اللي هو ناقص واحد جوج، أو لا المجال إي لأنه هو ناقص واحد زوج. إذن باش نوضحوا أن الدالة تقبل دالة عكسية على هذا المجال هذا، إذن خصنا نحقق الشروط الآتية. الشرط الأول واللي هو مهم، عندنا الجي دالة متصلة على المجال ناقص واحد جوج. السؤال كتطرح لماذا؟ لأن جي قصور إف، وإف جي قصور إف، وإف متصلة على ناقص واحد جوج لأنها معرفة على هذا المجال، باينة لأن هذا المجال ضمن المجال ناقص واحد بليس لانفيني، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، عندنا الدالة جي تزايدية قطعا على ناقص واحد جوج، لأن إف تناقصية، لأن إف عفوا تزايدية قطعا على هذا المجال. وبالتالي إذن متحقق الشروط، وبالتالي عفوا وبالتالي فإن جي تقبل دالة إكسية جي موان زان دو إكس على المجال ناقص واحد زوج.
إذن تقول السؤال الموالي: حدد جي، يعني المجال جي. جي تساوي الصورة اف ديال العدد ديال المجال. إذن جي تساوي ليميت دو اكس طون جي، كتساوي الصورة ديال ناقص واحد جوج. جي كتساوي ليميت دو اكس يؤول الى ناقص واحد اليمين اف دو اكس، وكنا كنديرو الصورة جوج لان المجال داخل. اذا كان المجال خارج كندير ليميت نهاية، الا كان داخل كنحسب الصورة عادية. اذا حسبنا هادي من قبل، جينا هي موال لانفيني، والصورة ديال جوج تعطينا هي العدد جوج. وقتها نكون حسبت صورة المجال ديال، او المجال اللي معرف عليه الدالة العكسية ديالي.